حياكم الله مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، ونحن نلتقي وياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني، برنامج باب وجواب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، برحمتك ورأفتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله سادتي مشاهدينا مرة أخرى، نجدد اللقاء بكم في أيام شهر الله العظيم، شهر الله الفضيل، شهر رمضان المبارك، من خلال برنامجكم، برنامج المسابقات والمعلومات، برنامج الرمضاني باب وجواب. راح أتكلم وياكم شيء بسيط أو نصف لكم ونشرح لكم شيء بسيط عن البرنامج وآلية الاشتراك. طبعاً أكيد الاشتراك حيكون أو الاتصال حيكون من خلال الأرقام اللي راح تظهر لكم أسفل الشاشة بعد ما يثبتوها الشباب. باب وجواب يضم أربعة أبواب: الدين والتاريخ والرياضة والقرآن الكريم والعلوم. كل هذه الأبواب يتم اختيارها، يعني المتصل إذا تتصل علينا وتحب تشاركنا لابد يكون عندك معرفة في الباب اللي أنت تختاره باختيارك، عندك معلومات، عندك وافر خزين من المعلومات الجيدة عن هذا الباب اللي تختاره. بالإضافة يمكن يعني تحصيلك الدراسي هم يسعفك، يمكن أصدقائك أهلك اللي جالسين بالقرب منك يجوز يساعدوك. كل باب من هذه الأبواب راح ندخل له بعشر أرقام، هذه العشرة من واحد العشرة، كل هذا الباب كل عشر أرقام بيها اثنين من هذه الأرقام مباشرة تنقلك للجائزة. أما الأرقام البقية فأكيد راح تروح للأسئلة اللي راح نطرحها عليك، وهذه الأسئلة هي عبارة عن سؤال أو عفوا أربعة أسئلة، الثلاث الأسئلة الأولى حتكون محددة بوقت معين، لا تجاوبنا إذا ما كنت متأكد من إجابتك إلا ينتهي الثلاثين ثانية المخصصة لكل سؤال. أما إذا عبرنا لهاي الثلاث أسئلة فراح نروح وياك للسؤال الرابع، السؤال الرابع حيكون وقته غير محدد، يعني وقته مفتوح ولكن مو مفتوح يعني باستمرار، بس راح أكيد عندك مساعدة ثانية اللي هي عبارة عن نعطيك خيارات أربعة، وبإمكانك إذا ما تحدد الإجابة مباشرة إن راح نعطيك مساعدة وهي حذف خيارين من الأربعة خيارات اللي نعطيها لكم. هذا شرح مفصل ووجيز عن آلية الاشتراك بالبرنامج، ونروح إلى أول اتصال ويانا من محافظة ميسان، معمورة أهل البيت، ومعانا محمد. حياك الله يا محمد. حياك الله، السلام عليكم. أهلا وسهلا، شهر رمضان مبارك عليك محمد. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله بقبول الأعمال والطاعات يا حبيبي يا محمد. متصل بينا سابقا، أول مرة شارك، متابع البرنامج؟ اثنين متابعين إن شاء الله. نعم محمد؟ اي نعم متصلين سابقا. طيب نعم. اليوم راح تشترك ويانا بيا باب دين وتاريخ ان شاء الله. يا باب محمد راح تشاركنا به دين وتاريخ. دين وتاريخ محمد. محمد دين وتاريخ اكو موجود امامك عشر ارقام، من هذه الارقام رقمين عشوائيا. نعم. هذه مباشرة تنقلك للجائزة ويانا. اي رقم راح تختار يا محمد من العشرة أرقام؟ إن شاء الله عشرة. رقم عشرة، رقم عشرة، إيش تتوقع إن شاء الله؟ فوز لو أسئلة؟ الله يسهل الأسئلة. الله يسهل أكيد إن شاء الله. رقم عشرة، السؤال الأول يا محمد. أي نعم. كم مرة ذكر اسم أمين الله أمين السماء جبرائيل
في القرآن الكريم، وعندك 30 ثانية تأكد من إجابتك، لا تستعجل إلا ولا تجاوبنا إلا بعد ما تنتهي الإجابة أو العفو الوقت. محمد حبيبي انتهى الوقت وأطلب منك إجابة. أي نعم. كم مرة ذكر اسم أمين السماء جبرائيل عليه السلام في القرآن؟ ها محمد أريد إجابة. سكتت؟ ما عدت فكرة صراحة. ها عيني؟ آه العدد تقريبا اكثر من 10 بس جد بالضبط ما اعرف. شكرا لاتصالك يا محمد ونعتذر منك، وحتى مو اكثر من 10، 3 مرات الاجابه الصحيحه اللي انذكر بها امين السماء جبرائيل عليه السلام في القران الكريم. شاكرين اتصالك يا محمد، وننتقل الى العاصمه الحبيبه زهراء. حياكم الله يا زهراء، شهر رمضان مبارك عليكم. السلام عليكم، شهر رمضان مبارك عليكم، ان شاء الله قبول الطاعات. قبل الله اعمالكم، سلامتكم ان شاء الله، سلامه الاهل. مشاركين الزهراء سابقا اول مره؟ اول مره بهذا البرنامج. حياكم الله، اهلا وسهلا. زهراء عندنا 4 ابواب، دين وتاريخ وقران وكذلك علوم ورياضه. يا باب تحسين نفسك متمكنه به؟ إذا ما في استي مباشرة تروحين للأسئلة. نعم أنا طبيبة بيطرية فأقرب للعلوم. اشرفنا بيك، التوفيق إن شاء الله. نروح إلى باب العلوم. باب العلوم زهراء عندنا 10 أرقام. بعد نقول لك دكتورة زهراء، دكتورة زهراء عندنا 10 أرقام من 1 إلى 10، وأكو رقمين مباشرة للجائزة. وين تحسين نفسك محظوظة يا زهراء؟ رقم 2 إن شاء الله. نعم؟ رقم 2. رقم 2. رقم 2 زهراء؟ نعم. رقم 2 خلينا نشوفه مع زهراء. السؤال الأول، السؤال الأول برقم 2، غاز خامل يستخدم في صناعة المصابيح، وعدك 30 ثانية. غاز خامل يستخدم في صناعة المصابيح، وإذا ما تعرفين الإجابة تمهلي تنتهي ال 30 ثانية. يلا جاوبينا. الأرجون. غاز الأرجون. نعم زهراء. غاز الأرجون. غاز الأرجون. غاز، بس عيدي للإجابة زين. الأرجون. أعتذر منك يا زهراء، إجابة غير موفقة للأسف. أعتذر، حاولي تتواصلين ويانا بالحلقات المقبلة. الغاز خامل يستخدم في صناعة المصابيح هو غاز النيون يا زهراء. ما أعرف سؤال سهل كان. طيب شكرا لزهراء من بغداد. والآن إلى محافظة واسط الأخ سلام. حياك الله يا سلام. السلام عليكم أستاذ مالك. عليكم السلام، يا مرحبا، أهلا وسهلا بك. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى هذا الأستاذ المحترم. شهر رمضان مبارك عليك يا ربي، صحة وعافية بسلامة الأهل الأحباب. الله يحفظك. أنا أستاذ مالك مقدما حتى وإن لم أفز، احنا جدا نتشكر من جنابكم الكريم على هاي المعلومات القيمة حقيقة. يعني الشكر الواصل لكوادر قناة كربلاء على اعداد هذا البرنامج، اكيد واحنا بخدمتكم. حياك الله سلام. احنا عندنا 4 ابواب يا سلام. نعم فازت، فاني وراها ان شاء الله بمن تسلم لي. يا باب تختار ويانا سلام. علوم معلومات يعني. باب العلوم، ليش باب العلوم؟ يعني لا على التعيين، احنا الحمد لله ان شاء الله بالدين والتاريخ ان شاء الله، بس من باب المعلوم ان طيب. شاء الله. سلام، عندك 10 ارقام ما عدا نعم. رقم 2 نعم، وعندك رقمين مباشره نعم. من هاي العشره ما عدا رقم 2 نعم.
مباشرة نعم. انت تكون ويانا فائز بدون ما نطرح عليك اي سؤال. نعم نعم. شوف احنا ايش قد سهلين. نعم. جدا الله يبارك فيك. بالخدمة. يا نعم. رقم تختار ويانا. احنا تيمنا باهل الكساء الخمسة ايه. عليهم السلام فنختار رقم 5 ان شاء الله. نروح الى رقم 5 ونشوف لسلام والسؤال الاول. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي عاصمة كوريا الجنوبية؟ وعندك 30 ثانية. إذا سيول. سيول. نعم. متأكد؟ إن شاء الله. ما تحتاج لا. وقت. لا لا الله يحفظك. وإجابة صحيحة. أحسنت يا سلام. نعم. ولكم يحسن الله ولكم يحسن. سيول الله. هو هي عاصمة كوريا الجنوبية. نعم. السؤال نعم. الثاني. نعم. في أي جزء من جسم الإنسان تقع الغدة الدرقية؟ وعدك 30 ثانية. يعني بلا حسد بلا حسد أسئلتك سهلة. الله يحفظك. مو؟ نعم إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سهلة من الله إن شاء الله. في أي جزء؟ في منطقة الركبة إن شاء الله أستاذ مالي. ها عيني نثبت؟ في منطقة الركبة. وإجابة صحيحة. أحسنتم في منطقة الرقبة. ونروح وياك للسؤال الثالث. كم يبلغ عدد أسنان الإنسان البالغ؟ نعم نعم. كم يبلغ عدد أسنان الإنسان البالغ؟ 32 سن أستاذ مالك. 32 سن. نعم. متأكد؟ إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله. 32 سن. نعم. سلام. نعم. أعتذر منك لأن انتهى الوقت بس أنت رحت ويانا للسؤال الرابع والأخير. يا سلام. ما المادة الموجودة في التفاح تساعد على الهضم؟ المادة بيرو يوتيك أكتين البكتين اميوزين. زين استاذ مالك جنابك عندك عندنا فقره حذف اجابتين. انت هسه شنو تتوقعه من ذول الاربعه؟ اعتقد الاكتين استاذ مالك. ها عيني؟ اعتقد الاكتين. اكتين. طيب خلينا نحذف اجابتين يا سلام. نحذف الاجابتين. نعم. بقى اكتين وبكتين. شو تقول انت؟ ما اسم المادة الموجودة في التفاح وتساعد على هضم الدهون؟ نعم. أستاذ مالك المحترم البكتين. البكتين إن شاء الله. البكتين. نعم. شو غيرت؟ يعني هو كان ابني ساعدني ابني علوم بايو وأيضا جامعة كربلاء المقدسة فقال لي بابا البكتين وليست الأكتين. يعني أنت تعرف شنو الهدية؟ اي نعم الهدية فازت العلوية زوجتي وانا ان شاء الله وراها احنا نتأمل العمرة ان شاء الله. بوجودكم مبارك لك يا سلام. بركة الامام الحسين عليه السلام خاتم من الامان العامة للعتبة الحسينية المقدسة. والبكتين هي المادة التي تساعد على هضم الدهون الموجودة في التفاح. طبعا شكرا لسلام من واسط. شكرا. طيب نذهب إلى محافظة بابل. الأخت فائزة يا حياكم الله. أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ شهر رمضان مبارك عليكم أختي. إن شاء الله مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. مشاركينا سابقا أول مرة تشاركونا؟ إن شاء الله. لا العام إن شاء الله. العام شاركتوا؟ إن شاء الله. شوية الصوت ضعيف. حاولي تعلي صوتك. إي هسه تمام. إي عيني. مشاركينا سابقا قلتي لي العام شاركنا. اي 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 ان شاء الله العام شاركنا. ها فزتوا ان شاء الله ويانا؟ ان شاء الله فزنا. يلا ان شاء الله هماتين السنه. اي باب راح تختارون ويانا؟ هي الدين والقران. الدين دين باب الدين والتاريخ. عندنا 10 ارقام باب الدين والتاريخ. كل الارقام موجوده ما عدا رقم 10 ما موجود. اختار رقم 9 ان شاء الله. رقم 9. رقم 9. خلينا نشوف رقم 9. رقم 9 السؤال الاول. نعم. السؤال الاول يا فائزه. من هو النبي الذي
التقمه الحوت. وعدك 30 ثانية. نبي الله يونس إن شاء الله. نبي الله يونس، متأكدة؟ إن شاء الله. يعني ثبت ما تحتاجين وقت؟ لا 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 أبد. فايزة ما تحتاجين وقت؟ لا لا ما أحتاج. وإجابة صحيحة. إن شاء الله. أحسنتم. نبي الله يونس عليه السلام هو النبي الذي التقمه الحوت. السؤال الثاني وياكم. نعم. ما أول ما أنزل من التوراة؟ ما أول ما أنزل من التوراة؟ شو تقولين؟ هسه نشوف إن شاء الله. نزلت على نبي الله موسى. ما أول يعني أريد أنا أعرف على نزل على نبي الله موسى عليه السلام. أي. بس أريد الجملة أو الكلمة. نعم. نعم فائزة. نبي الله موسى. نعم نبي الله يونس. نبي الله موسى سلام الله عليه. أعرف نزلت على نبي الله موسى عليه السلام، ولكن ما أول ما أنزل من التوراة؟ هسا إحنا القرآن الكريم نزلت في سورة العلق، اقرأ. التوراة شنو نزل؟ أول ما نزل على التوراة؟ أي أول ما نزل من التوراة. التابوت. شكرا لاتصالك يا فائزة، نعتذر منك، إجابتك ما كانت موفقة وأطلتي هواي. أول ما أنزل من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لفائزة من بابل. ونذهب بياكم الآن إلى محافظة البصرة الأخت زينب، يا حياكم الله. شهر رمضان مبارك عليكم أخت زينب. زينب تسمعيني؟ أعتقد اتصال ما مأمن مع زينب. اعتذر من زينب، حاولي تتصلين ويانا في قادم الاوقات بهذه الحلقه او الحلقات المقبله. نعم مشاهدينا ان شاء الله متواصلين وياكم خلال هذه الايام المباركات، وان شاء الله حنكون في نفس الموعد الساعه 10 مساء من كل يوم ما عدا يوم الاربعاء. طيب اكيد عندنا اتصال من قبلة الأحرار من كربلاء المقدسة، الأخت فاطمة، يا حياكم الله فاطمة. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. شهر رمضان مبارك عليكم. علينا وعليك، رحم الله والديك. مشتركين سابقا؟ أول مرة تشاركونا تحصلونا؟ لا أول مرة. نعم. ها فاطمة. أنا وياك أستاذ. أول مرة تشاركونا؟ إي أول مرة. أول مرة، عندنا أربعة أبواب. وين تحسين نفسك متمكنة؟ إذا ما فزتي مباشرة تقدرين تجاوبين على الأسئلة اللي نطرحها عليكم. تاريخ ودين. دين وتاريخ. فاطمة اختارت دين وتاريخ، كل الأرقام موجودة ما عدا رقم 9 و10 ما موجودات. وين تحسين نفسك متمكنة حتى الجائزة تصلك من خلال أكو رقمين؟ خمسة. رقم خمسة. خلينا نشوف وياك رقم خمسة شنو يطلع لنا. السؤال الأول، من هو النبي الملقب بروح الله؟ وعدك 30 ثانية. من هو النبي الملقب بروح الله؟ عيسى عليه السلام. عيسى. اكو وقت لو متاكده من اجابتك؟ لا متاكده. نبي الله هو روح الله هو عيسى عليه السلام ابن مريم. السلام عليك يا وارد عيسى روح الله. احسنتم واجابه صحيحه. ننتقل وياكم للسؤال الثاني، من هم الاسباط؟ وياك 30. نعم. ثانية. من هم الأسباط؟ يلا عندك 30 ثانية لا تستعجلين. الأسباط الحسن والحسين والأسباط أولاد الأسباط. أولاد نبي يعقوب. مو سبطي رسول الله. من هم الأسباط؟
من هم الأسباط وليس سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأسباط أولاد النبي يعقوب عليهم السلام. من هم الأسباط؟ هم أولاد نبي الله يعقوب. إخوة النبي. إخوة النبي فاطمة. الحسن والحسين. إخوة النبي. وين رحتي؟ فاطمة وياي. نبي يوسف عليه السلام. نبي يوسف عليه السلام إجابة صحيحة. نروح للسؤال الثالث وياكم. دا حسش خفتي ما أعرف ليش. كم سورة في القرآن الكريم سميت باسم نبي؟ كم سورة بالقرآن الكريم سميت باسم نبي؟ عددين السور وإذا تفضلت علينا تعددين الأسماء. وطاها وياسين. كم سورة يوسف عليه السلام سميت باسم نبي؟ رقم أريد منك. طه يوسف عليه السلام محمد. اللهم صل على محمد. نعم. وآل محمد. نعم. كم عددهم؟ ونوح وهود. أريد عدد. ستة أنبياء. ستة. نعم. وإجابة صحيحة. وفاطمة نروح وياكم المن للسؤال الرابع والأخير ويانا. السؤال الرابع: ما هي مهنة نبي الله عيسى عليه السلام؟ التجارة، الطب، الرعي، الزراعة. وما عدك وقت بس عدك خيارات أربعة. الطب. نبي الله عيسى عليه السلام الطب. ما تحتاجين حذف خيارين؟ لا الطب. نبي الله عيسى عليه السلام هو الطب. متأكدة. الطب متأكدة. نعم. فاطمة من كربلاء، ما ساعدتي نفسك وما ردتي حذف خيارين، اختاريتي مباشرة الطب وتوقعتي هي مهنة النبي عيسى عليه السلام، والإجابة صحيحة يا فاطمة. وشكرا لاتصالكم وشكرا لمعلوماتكم اللي إن شاء الله وقفت وياكم واستحقيتوا الجائزة اللي تقدمها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، خاتم من مرقس سيدي ومولاي وضريح سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. معانا كثير من بغداد، حياك الله كثير. أثير حبيبي حياك الله. أثير أستاذ مارك العزيز الغالي، شلونك؟ أهلا وسهلا أثير. الله يحفظك أستاذنا الغالي أثير. هذا كريم عليكم وعلى الجميع. على الجميع أثير. يا اتصال هذا الموسم تقريبا الرابع. الرابع ما شاء الله. الله يحفظك. ممكن انفز اثنين. ممكن انفز اثنين. ممكن انفز اثنين. ما حزتك ترى. ما حزتك على كيفك. الله يسلمك استاذ. عيون مو خضر ترى. لا استاذ كلك طيب. كلك طيب. من طيبكم اشكرك. من طيبكم. عندنا اربعة ابواب. نعم استاذ. يا باب راح تختار ويانا اثير. ان شاء الله الدين والتاريخ. نعم اثير يا باب. الدين والتاريخ. الدين والتاريخ. الدين والتاريخ اثير. عندنا اللي باقي 1 2 3 4 6 7 8 4 استاذ العزيز. رقم 4 يا رقم 4 ان شاء الله. رقم 4. رقم 4 اثير. السؤال الاول. نعم استاذ. اخير اتصال فزت انا لو خسرت؟ لا لا فزت. فزت. يلا خلينا نشوف اليوم. ما هي الاعراف؟ وعندك 30 ثانيه. سؤال سهل وبسيط. ما هي الأعراف؟ شنو هو أثير؟ أثير انتهى الوقت وأريد منك إجابة. ما هي الأعراف؟ النحو. النحو. نعم النحو. الأعراف. ما هي الأعراف؟ النهر. النحو. النحو. النعم قصدك يعني الأنعام. أنعام تختلف والأعراف. النعم يعني النعمة. مجموع النعمة. نعم. نعم استاذ. نعم. نعم أثير اتصل ويانا بالحلقات المقبلة. آسف إجابة
غير صحيحة الأعراف هي تلال واقعة بين الجنة والنار. ونبقى في العاصمة الحبيبة ومحمد، مساك الله بالخير يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، شهر رمضان مبارك. شهر رمضان كريم علينا وعليكم. محمد. نعم. إيش قد عمرك؟ عمري 15 سنة. إيش قد عمرك؟ 15 سنة. إن شاء الله العمر كله بحب محمد وآل محمد. محمد، بارك الله فيك عمر. مشاركنا سابقا، أول مرة متصل علينا؟ لا والله أول مرة. أول مرة، حياك الله. عندنا أربعة أبواب، دين وتاريخ ورياضة وعلوم وقرآن كريم. يا باب راح تختار يا محمد؟ ها محمد، دين وتاريخ اختار. دين وتاريخ، ركز ويانا أنا محمد، دين وتاريخ. اللي باقي عندنا الواحد الاثنين الثلاثة والستة والسبعة والثمانية، وكو اثنين مباشرة للجائزة. اختار رقم واحد. نعم، رقم واحد. رقم واحد، محمد اختار رقم واحد. رقم واحد، السؤال الأول يا محمد، أين ولد النبي إبراهيم عليه السلام؟ أين ولد نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ عندك وقت، لا تستعجل، وإذا متأكد قل لي أنا متأكد. متأكد في بابل. ها محمد، في بابل. في بابل. أنت متأكد؟ نعم متأكد. طيب إذا متأكد فإجابتك صحيحة يا محمد، ولد النبي إبراهيم عليه السلام في العراق في بابل. نشوف وياك السؤال الثاني يا محمد، من هو أول من حفظ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعدك 30 ثانية. من هو أول من حفظ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ شو تقول؟ واحد صفر، خلص الوقت يا محمد، وأريد منك علي. إجابة محمد. الإمام علي. انثبت. نعم، والإجابة صحيحة يا محمد، الإمام علي عليه السلام هو أول من حفظ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث وياك، ما هي السورة الكريمة التي فيها سجدتان؟ وعدك 30 ثانية. ما هي السورة الكريمة التي فيها سجدتان؟ أو تعرف وشنو السجدتان؟ عندك وقت، راجع معلوماتك، حاول إلى جانبك الأهل الأحباب أكيد تستشيرهم، وأريد منك جواب. انتهى الوقت يا محمد، ما هي السورة التي فيها سجدتان؟ وأسمعك. ها محمد. محمد. نعم. الشباب يقولون حتى بالجوجل ما تلقاها، لا تتعب نفسك. يلا جواب. ها محمد. ها؟ ما. شكرا لاتصالك يا محمد، وللأسف معلوماتك ما سعفتك. السورة التي فيها سجدتان هي سورة الحج يا محمد، وصلت خوش يعني مرحلة، ولكن للأسف. ننتقل إلى محافظة الأولياء والمعصومين، إلى بابل، حياكم الله حوراء. نعم، رمضان كريم، شهر رمضان مبارك عليكم إن شاء الله بقبول الأعمال والطاعات وسلامتكم، سلامة الأهل والأحباب. حوراء مشاركتنا سابقا أول مرة؟ لا لا لا، بس أخويا. نعم، أخويا. أخويا أخوك شارك سابقا، فاز ويانا؟ اي اي سجاد. يلا عندنا أربعة أبواب يا حوراء، دين وتاريخ. دين وتاريخ تختارين؟ اي دين وتاريخ.
دين وتاريخ. الأرقام اللي باقي عندنا 2 3 6 7 8 وكرقمين مباشرة للجائزة. أبي 3. يا رقم 3 3. رقم 3. رقم 3. اليوم المتصلين ناويين يغيرون يعني ياكلون الأسئلة كلها. من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم وكم مرة ذكره؟ يا طول عمرك 30 ثانية عندك، لا تستعجلين. من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم وكم مرة ذكر النبي؟ مئة ألف. نعم مئة. نعم حوراء الإجابة. من هو النبي؟ حوراء وياي لو انقطع الاتصال. أعتقد انقطع الاتصال. حوراء، حوراء تسمعيني؟ نعتذر من حوراء وشكرا لاتصالها، اعتقد انقطع الاتصال بها. الجواب هو النبي الله موسى عليه السلام 236. ما رايحين بعيد، باقين بمحافظه بابل. اخت ساره يا حياكم الله. رمضان رمضان كريم. شهر رمضان مبارك عليكم ساره. الله يخليك. شويه علي لي صوتك. شهر رمضان مبارك عليكم إن شاء الله. أهلاً وسهلاً. مشاركينا سابقاً لو أول مرة تحصلونه؟ شاركنا سابقاً. فزتوا إن شاء الله ويانا؟ أي فزنا الحمد لله. طيب اليوم يا باب راح تختارون ويانا؟ باب العلوم. باب العلوم، باب العلوم، باب العلوم. كل الأرقام موجودة ما عدا رقم 2 و5 ما موجودات، وأكو 2 مباشرة للجائزة. يا رقم تختارينه؟ رقم 6 إن شاء الله. يا رقم 6. خلينا نشوف رقم 6. إيش عجب رقم 6؟ أختي قالت لي وأنا اختاريته وياها. ها أختك قالت لك. خلينا نشوف رقم 6. ومبارك إلك يا حوراء، يا سارة عفوا. وشكرا لاتصالك. رقم 6 اللي اختارتي هو مباشره للجائزه، وان شاء الله تقدرون تستلمون الجائزه من مقر قناه كربلاء الفضائيه في محافظه كربلاء المقدسه منطقه الابراهيميه، اي يوم من ايام الاسبوع من الساعه 9 صباحا الى 2 ظهرا ما عدا يوم الجمعه. واصطحاب اي المستمسك الثبوت الخاص بالفائز، او اذا ما يقدر يعني يجي هو الفائز احد يعوض من علي ويجيب وياه مستمسك ثبوتي خاص به. نعم اذهب الى محافظه واسط الاخت مريم، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صيام مقبول ان شاء الله، تقبل الله الطاعات. شهر رمضان مبارك عليكم. إن شاء الله شهر رمضان مبارك علينا وعليكم. الله يسلمكم ويحفظكم. مريم شاركينا سابقا. نعم. أول مرة شاركونا. شاركت مرتين هذا الموسم، ومرة خسرت والمرة الثانية فزت. شوية شوية ما فهمتك. شاركتي مرتين؟ شاركت مرتين بهذا الموسم. إي. مرة خسرت والثاني مرة فزت. وهالمرة الثالثة؟ إن شاء الله. يلا. يا باب تختارين ويانا؟ إن شاء الله باب القرآن. باب القرآن الكريم. باب القرآن الكريم كل الأرقام موجودة من 1 إلى 10 وأكو رقمين للجائزة مباشرة. يا مريم شنو تتوقعينه؟ وين تحسين نفسك محظوظة بيا رقم من هاي الأرقام الـ10؟ يا صاحبي الزمان. يا رقم كلهم موجودين. نعم جد؟ 5 إن شاء الله. 5 إن شاء الله. يا رقم 5 إن شاء الله. رقم 5 إن شاء الله. السؤال الأول، ما هي السورة التي يطلق عليها سنام القرآن الكريم؟ وعدش 30 ثانية. ما
هي السورة التي يطلق عليها بسنام القرآن الكريم؟ لا تستعجلين، إذا ما متأكدة فتمهل لحد ما تنتهي 30 ثانية. نعم مريم، ما هي السورة التي تسمى بسنام القرآن الكريم؟ سورة البقرة. سورة البقرة. وإجابة صحيحة يا مريم. السؤال الثاني، أكو يا عمك أحد يساعدك مريم؟ الوالد والوالدة. مريم ها، أكو الأهل يمك يساعدوك؟ اي اي قلت لك الوالد والوالدة. ده أسمع ما شاء الله تفاعل. اي لا إن شاء الله. زين، ما السورة التي يطلق عليها بسورة الفرائض؟ عدش 30 ثانية. ما السورة التي يطلق عليها بسورة الفرائض؟ إن شاء الله نقول سورة النساء. إن شاء الله نقول سورة النساء. نعم مريم، ما السورة التي يطلق عليها بسورة الفرائض؟ إن شاء الله نقول سورة النساء. سورة النساء. متأكدة؟ إن شاء الله. ونقول لك يا مريم نروح وياك للسؤال الثالث. إن شاء الله. سورة النساء هي السورة التي يطلق عليها بسورة الفرائض. كم مرة ذكر لفظ كأس في القرآن الكريم؟ وعدش 30 ثانية. كم مرة ذكر لفظ كأس في القرآن الكريم؟ نعم، شنو تتوقعين مريم؟ أو عدش إجابة مبدئية؟ يعني هم يتوقعون ثلاثة أو نعم؟ مرتين. انتهى الوقت، انتظر منك إجابة أخيرة. إن شاء الله نقول ست مرات. إيش قد يا مريم؟ إن شاء الله نقول ست مرات. ستة لو خمسة؟ أنت شو تقول؟ أنا أقول ستة. ستة وإجابة صحيحة يا مريم. نروح لمن؟ الوالد يقول ستة. هي الوالد يقول ستة. الرابع، ما هي السورة التي افتتحت بالتسبيح وختمت به؟ الحشر. الممتحنة، التوبة، الحشر، المزمل. وعدك حذف خيارين. لا تستعجلين. متأكدة؟ اي متأكدة تمام. طيب شو، انا اريد احذف اجابتين. يلا احذف. ها نحذف. يلا احذف احذف، انا اقول سورة الحشر. الممتحنة والمزمل. لا مواني لين حاط سورة الحشر، بقول لك سورة الحشر. راح الحشر موجود الممتحنة والمزمل. لا موجود الحشر. وإجابة صحيحة. نعم يا مريم، وشكرا لاتصالكم، ومبارك لكم هدية الإمام الحسين عليه السلام وبركته. شكرا لمريم من محافظة واسط على هذه المعلومات، حقيقة ما تعبت ويانا. معانا من العاصمة الحبيبة حسام، حياك الله حسام، شهر رمضان مبارك عليك يا رب. رمضان مبارك عليكم إن شاء الله. قبل الله أعمالك حسام. متواصل ويانا سابقا أول مرة؟ لا والله استاذ أول مرة. نعم أول مرة. والله أول مرة. حسام عندنا أربعة أبواب. نعم. يا باب راح تختار من عندهم، وين تحس نفسك متمكن؟ دين وتاريخ إن شاء الله. نعم دين وتاريخ. دين وتاريخ. دين وتاريخ حسام. نعم. شوف حسام، حسام حسام وياي؟ وياك ويا حسام. اثنين ستة سبعة ثمانية ذول الموجودات، وكو رقمين من هذول الأربعة ها مباشرة للجائزة، يعني فرصتك كلش قوية، يعني 50% تفوز إن شاء الله. إن شاء الله. يا رقم تختار؟ اثنين ستة سبعة ثمانية. اثنين. يا رقم؟ رقم اثنين. رقم اثنين اثبت. اثبت. رقم اثنين
شكرا لاتصالك يا حسام، ومبارك لك مباشرة للجائزة اللي تقدمها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. حسام من بغداد شرفتنا، نبقى في العاصمة بغداد. حياك الله، من ويانا؟ أريج، حياكم الله أريج. ريم عفوا. ريم السلام عليكم. ريم رمضان كريم. أهلا وسهلا، شهر رمضان مبارك عليكم، يا رب قبول الأعمال الطاعات. شرفتونا، متواصلين ويانا سابقا؟ أول مرة؟ والله أول مرة إن شاء الله. أول مرة، طيب ريم أي باب راح تختارون ويانا؟ يا باب إن شاء الله دين. باب الدين، الدين والتاريخ. شوفي عندنا ثلاث أرقام باقية، عندنا السبعة والستة والثمانية، وأكو رقم واحد للجائزة مباشرة. شنو تتوقعين؟ شنو من الأرقام الباقية؟ يا رقم شنو من الأرقام؟ ستة سبعة ثمانية باقيات. إن شاء الله نقول السبعة. رقم سبعة، رقم سبعة. السؤال الأول يا ريم، إلى أي قوم بعث النبي صالح عليه السلام؟ إلى أي قوم بعث النبي صالح عليه السلام؟ إذا ما متأكدة من إجابتك لا تجاوبيني إلا ينتهي الوقت المحدد يا ريم. إن شاء الله إن شاء الله نقول ثمود. أو ثمود إن شاء الله. ريم، إلى أي قوم بعث النبي صالح عليه السلام؟ وننتظر منك إجابة. نعم إن شاء الله قوم ثمود. قوم ثمود وإجابة صحيحة. والسؤال الثاني معاكم، ما اسم زوجة فرعون التي آمنت؟ وعدك 30 ثانية. ما اسم زوجة فرعون التي آمنت؟ إن شاء الله نقول آتية. عدك وقت لا تستعجلين، إذا متأكدة قولي متأكدة. إن شاء الله متأكدة آتية. من هو؟ من هي زوجة فرعون لعنة الله عليه التي آمنت بنبي الله موسى وأخيه هارون؟ نعم آسيا بنت مزاحم إن شاء الله. آسيا بنت مزاحم، نعم يا ريم. السؤال الثالث معاكم، كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما يعني كم كان عمر النبي عندما توفيت والدته؟ كم كان عمر النبي عندما توفيت والدته؟ اي ثلاث سنوات ان شاء الله. لا ما ست سنوات ان شاء الله. نعم ست سنوات ان شاء الله نقول. ست سنوات. نعم ست سنوات. تثبتين؟ نعم يعني إن شاء الله. ست سنوات وثلاثة أشهر. وإجابة صحيحة يا ريم. السؤال الرابع والأخير وياكم يا الله. السؤال الرابع، كم مرة ذكر سيدنا موسى عليه السلام في سورة البقرة؟ 11 مرة، 31 مرة، 21 مرة، و50 مرة. ما عدش وقت، بس شنو عدك حذف خيارين، وشنو تتوقعين من ذول الأربعة؟ 11 مرة، 31 مرة. شنو تتوقعي؟ شنو تتوقعي يا ريم؟ إن شاء الله 13 مرة. خلي نحذف خيارين. خيارين 11 و31، ترى احنا أصلاً ما عندنا 13. 11 و31، ما هو الإجابة اللي ننتظرها من عندكم؟ ها شنو الخيارات ظلت البقر؟ 11 و31 ان شاء الله نقول. نعم ريم 11 مره ان شاء الله. ان شاء الله 11 مره. تثبتين ان شاء الله. ومبروك شاء الله عليكم يا ريم، اجابتكم صحيحه، وشكرا لاتصالكم، وممنونين على معلوماتكم اللي اسعفتكم وكنتوا فائزين ويانا. 11 مرة هي عدد مرات التي ذكر نبي الله موسى عليه السلام في سورة البقرة. ونبقى في محافظة
بغداد العاصمة الأخت نادية، يا حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شهر رمضان مبارك عليكم. علينا وعليكم. تشتركون ويانا؟ سابقا مشتركين لو أول مرة؟ لا اشتركنا بس خسرنا بايلة. أربعة أبواب عندنا، يا باب تختارون من هذه الأبواب. دين وتاريخ. دين وتاريخ. دين وتاريخ يا أخت نادية، عندنا باقي بس رقمين، الرقمين هما 6 و8، واحد من هذه الأرقام مباشرة للجائزة. وين حظك تقدرين يعني يا رقم تختارين؟ 8. رقم 8 تثبتين؟ يا الله. رقم 8 خلينا نشوف الاخت ناديه. 8 يلا، اسف، رقم 8 ومبارك لك يا ناديه مباشره للجائزه، وشكرا لاتصالكم. واعتقد ناديه للاسف كانت ويانا اخير متصل بهذه الحلقه، وكانت فائزه من خلال اختيارها الرقم الموجود ضمن باب الدين ويدخل بالفائز مباشرة. نعم سادتي مشاهدينا، اليوم الحمد لله كان عدد كثير ويانا من المتصلين فائزين، وإن شاء الله جوائزهم موجودة، يستطيعون استلام هذه الجوائز من مقر قناة كربلاء الفضائية في محافظة كربلاء المقدسة بمنطقة الإبراهيمية. طيب، هذه الجوائز تستلمها أي يوم من أيام الأسبوع، من السبت إلى الخميس بالدوام الرسمي، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 عصرا. الفائز يجي يستلمها بنفسه أو يستطيع يعني يكلف أحد ثاني عنه، بس يصطحب وياه مستمسك ثبوتي. طيب، الفائزين ويانا بهذه الحلقة سلام من واسط، وفاطمة من كربلاء المقدسة، وسارة من بابل، بالإضافة مريم من واسط، وحسام من بغداد، ونادية من بغداد، شكرا، وريم من بغداد أخيرا. شكرا لجميع المتصلين اللي فازوا ويانا، ونعتذر ممن ما حالفهم الحظ وأكيد اللي ما حصلونه. هذا ما يسمح به وقت البرنامج، شاكرين تفضلكم ومتابعتكم ومشاركاتكم. بكرة نفس الموعد نلتقيكم الساعة 10. في الختام تقبلوا تحياتي مالك السراج، تحيات كادر العمل، في أمان الله، أشهد لكم.